مش غريبة انه بعد 18 شهر نلاقي المظاهرات دي والطالب ورفعوا لافتات رحلوا وحاجات كده؟ مش غريبة؟ يا غريبة، عشان كده لأول مرة تحصل هذه المظاهرات، لأنه في الواقع هذه المظاهرات ثلاث مظاهرات مش مظاهرة واحدة. المظاهرة الأولى ضد الغلاء وضد ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة إلى آخره، والمظاهرة الثانية ضد الشوماج أو البطالة. فرنسا رايحة لفين؟ من الآخر كده. لا، ستستعيد قوتها في وقت قصير جدا، وسيظل ماكرون رئيسا لمدة 5 سنوات، وحتى الآن هو لم يمر عليه سوى 18 شهر. وأعتقد أن كل مطالب ذوي السترات الصفراء كما يقال، هم سائق الشاحنات، هم سائق الشاحنات أصلا، لكن هم لبسوا دول سائق الشاحنات؟ سائق الشاحنات في فرنسا بس، لا اكثر ولا اقل. بالاعداد الكبيره ما فيش ناس انضموا لهم من الشعب؟ يعني مع المظاهرات هناك ناس، لكن هم اصلا سائقوا الشاحنات في فرنسا. هم دول، هم اعترضوا، واحنا بندور نقول مين بتوع السترات الصفراء، فحاجة جبت لنا القصه. سائق الشاحنات. وهم دلوقتي لقمه طالبهم عنيفه جدا، وفي تصعيد دائما، تطالب باستقاله ماكرون وحل البرلمان وسحب الثقه كامله من الحكومه. يعني اعتقد انهم يريدون فرنسا على طريقتهم وعلى شكلتهم، وهذا مستحيل، لانه حتى الرئيس ماكرون يوم الثلاثاء اللي فات كان في كلمه وجهها للشعب اكد فيها انه لن يتراجع اطلاقا عن قراراته، لانها قرارات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي بشكل عام، ويعني كل ما يقوم به ربما يعني يراجع القوانين الاقتصاديه كل 3 اشهر، لكنه لن يلغي هذا اطلاقا. وحتى سمى معظم المتظاهرين بالمخربين.